أخبار اليوم. اللي أنا بطلبه منكم بقى إن أنتوا عشان نكمل جمالنا مع الناس، إن أنتوا تتعاملوا مع الناس وكأنهم جيرانكم في العمارة، زي ما بتقابل جارك كده في البيت، وزي ما تقابل ابن عمك في الشارع. تتعاملوا مع الناس من المنطلق ده. الناس على فكرة يا جماعة الابتسامة بتفرق معاها. أتمنى عليكم جميعا إن انتوا كل واحد يحاسب نفسه قبل ما يحاسب الآخرين. على رأي السادة المحافظ وافقنا على 3 شهور والحمد لله. بدأنا العمل من 1/4/2015، مفروض نخلص 30/6/2015. احنا انجزنا في 31/5/2015، انجزنا العمل دوت وطلعنا النتائج ده.